واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة الوزارة خلال أسبوع عن ضبط عدة قضايا في مجالات التموين والمرور والكهرباء والآثار والمصنفات والأموال العامة والضرائب والرسوم. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكل صورها، وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 27 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 551 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 14 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت أكثر من 255 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10269 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 2000 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 51 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 350 طن، وكذلك ضبط 4228 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 18 طن. كما تم ضبط 12 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 47 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2510 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، وتم ضبط قرابة 317.5 طن. كما تم ضبط 114 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 437.5 طن. كما تم ضبط قضيتين في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 42 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 303205 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 62254 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4184 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 219 سائقا منهم. كما تم المرور على 146 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 467 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية عدد 4 منهم. كما تم فحص 280 مركبة وتبين صلاحيتهم جميعا. كما تم رفع 406 سيارة و44 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 12299 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1662 مخالفة الأجهزة الصوتية، وضبط 2331 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 4870 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 4056 مخالفة ملصقات، وضبط 87 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 387 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي،
ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 85,380 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 69,233,824 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 267 قضية، من بينها 155 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، و112 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 53 قضية بقيمة مالية بلغت 109,291,300 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,319 قضية بقيمة مالية بلغت ما يزيد على 2,313,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6,857,786 جنيها.